زياد طارق بيلعب الركنية ودي كورة وسقوط، لكن جاد النهارده بيكتب شهادة ميلاد جاد. هو حارس واعد لكن النهارده مباراة من العيار التقيل. ادي كورة معدية المرة دي من عبد القادر، لكن مرة تانية ولا قفشة، بيخطف قفشة وبيرتكب خطأ جون ايبوكا. كارت الجون ايبوكا وسبع دقايق وقت محتسب بدل ضائع. والنهارده اللقاءين اللي اتلعبوا كل لقاء تم احتساب فيه سبع دقايق، يعني لقاء سموحة وإستر تم احتساب سبع دقايق، وسموحة سجل في الدقيقة السبعة بلس 90 هدف التعادل، وأيضا في لقاء طلائع الجيش والمقاولون العرب تم احتساب سبع دقايق، لكن كان متقدم طلائع الجيش وحافظ على تقدمه. هنشوف السبع دقايق اللي في حوار انبي والاهلي. وادي جاد دايما اللقاءات الكبيرة محتاجة حارس كبير عنده ثقة في اتخاذ القرارات وفي التصديات، والنهاردة اجاد بلا شك جاد. كرة متسقطة معدية الكرة من حسام، لكن بيتابع تاو يصل ليها تاو، ومرة تانية لعلي معلول بقول لحضراتكم مش هو، مش هو ابدا ابدا علي معلول. تتلعب الضربة الحرة الغير مباشرة. حسين الشحات مرة تانية قفشة. احمد عبد القادر مش لاقي مساحة، كان في الشوط الأول في مساحات لكن لعيبة النادي الأهلي أهدرت كل الفرص. أدي كورة عرضية ولكن سهلة، سهلة جدا جدا، منتظرها منتظرها أبناء حلمي طولان اللي عامل سيناريو محضره ومحفظه للاعبته، وحتى الآن ناجحين بشكل كبير جدا جدا في التقدم على النادي الأهلي رغم السيطرة والاستحواذ والفرص اللي أتيحت ليهم طوال التسعين دقيقة. لكن الكرة إيه؟ كرة جوال. زياد اتضغط عليه من عبد الرحمن عماد لكن يرجع مرة تانية يسلم هاني. محمد مجدي قفشة الكرة الأمامية في العمق، العمق قفله فريق انبي بكثافة عددية كبيرة. انتشار لعيبة النادي الأهلي مش في أفضل الأحوال. أدي جاد 16 تسديدة، خمس تسديدات صحيحة وخمس إنقاذات، أرقام مميزة جدا جدا لواحد من الحراس اللي بقول لحضراتكم بيمثل مستقبل حراسة كرة القدم المصرية. محمود جاد بيرسي تاو مرة تانية كرة متسقطة. ادي حسين الشحات في مكان خطير، لكن هو 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 بالكربون يا حبيبي بالكربون، نفس الخطأ. الاستلام تفرق كتير جدا جدا، لو الاستلام حلو وشايفها حلو هيقدر هيقدر يسجل اهداف. ادي كوره مره ثانيه وادي كوره جول 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 جول. عملها علولو، عملها علولو في الدقيقه الرابعه بلس 90 علشان يسجل علي معلول الهدف الخامس لعلي معلول في بطوله الدوري، ويعود من بعيد المارد الاحمر. علي معلول ملك الحلول في الدقيقة الرابعة بلس 90، بيؤكد من جديد وجديد ذا ماستر اوف سسبنس النادي الأهلي، ويكرر اللقطة علي معلول مثلما فعل في غزل المحلة، يعود ويرد ويقول أنا موجود، أنا صاحب الحلول، وأنا الهداف التاريخي كأكثر المدافعين
في تاريخ النادي الأهلي تسجيلا للأهداف ب24 هدف، وهدف التعادل في الدقيقة الرابعة بلس 90. مباراة وحماس كبير في المدرجات، وكالمعتاد قصة الإنبي والأهلي قصة مثيرة دائما بتفي بالوعود والعهود. قلت لحضراتكم قصة لا تنتهي إلا مع صافرة النهاية وكارت أحمر، كارت أحمر علشان مسلسل الإثارة. يستمر أصدقائي المشاهدين في حوار إنبي والأهلي واللقاء المؤجل من الجولة 15 مرحلة الذهاب. إبراهيم يحيى بياخد كارت وكارت أحمر علشان تبقى حالة الطرد رقم 34 في بطولة الدوري، وحالة الطرد الأولى في اللقاء. 1-1. أخيرا النادي الأهلي بيعود في توقيت صعب، وحالة طرد لإبراهيم يحيى في الدقيقة 95، بقينا في الدقيقة 96 أو بلس الدقيقة 6 بلس 90. أدي كرة سيارة، وأدي مرة تانية محاولة عند حسام، كرة مقطوعة لقفشة، بيتقدم قفشة، فتح له زياد، يرجع لقفشة مرة تانية، حسين الشحات، محاولات من أجل اللحاق، لكن المرة دي ترقيصة. الكل بيتابع اللقاء وهو بيتنطط بيتنطط، مش قادر يتمالك أعصابه ومش قادر يتمالك الثواني المتبقية. ودي كورة عند عبد القادر، هيعمل ايه؟ ودي كورة مرة تانية، جول 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 جول. هو معلول، هو ملك الحلول، وهو الأهلي ذا ماستر اوف سسبنس. فرحة مجنونة وقصة مثيرة، قصة غير معقولة، قصة دراماتيكية. هدفين في دقيقتين، وهدفين لعلي معلول في الدقيقة بلس 4 وبلس 7، علشان النادي الأهلي يعمل ريمونتادا عظيمة وكامباك ويقلب تأخره إلى تقدم، إلى النتيجة 2-1. علي معلول، علي معلول، علي معلول. ولكن بص شوف الحكاية، وبص شوف الخبرة، وبص شوف صاحب الحلول وصاحب الهدف الثاني في أحداث اللقاء، والهدف رقم 25 لعلي معلول في تاريخه مع النادي الأهلي كأكثر المدافعين تسجيلا للأهداف، وثلاث نقاط من أنياب الأسد. المارد الأحمر يظهر من جديد ويؤكد كمان وكمان وكمان إن النادي الأهلي ذا ماستر اوف سسبنس، رغم الإجادة ورغم التألق ورغم الإشادة الكبيرة من الكابتن حلمي طولان ومن لاعبي إنبي، لكن الخبرة، الخبرة وعلي معلول ولاعيبة النادي الأهلي وصلوا للحلول في الوقت القاتل من اللقاء وعملوا ريمونتادا تاريخية. قلت لحضراتكم دايما إنبي والأهلي قصة لا تأمن مكرها ولا تنتهي إلا مع صافرة النهاية، لكن هنشوف الصباحي هل لي رأي تاني. شايف كارت أحمر لمين؟ لأحد مسؤولي إنبي نتيجة الاعتراضات ومطالبة باللجوء للفار. آدي كابتن عبد الناصر، واحد من المديرين الكرة التاريخيين، أقدم مدير كرة في الدوري المصري. مباراة مجنونة، مباراة مثيرة، لم يكن أحد يتوقعها على الإطلاق. كانت في بق الكابتن حلمي طولان اللي كان بيلعب على اللدغة، وتحققت لي بهدف مصطفى شلبي في الدقيقة 75. لكن علي معلول أس 2 بيسجل هدفين، هدف في الدقيقة 4 بلس 90 وهدف تاني في الدقيقة 7 بلس 90، علشان يعمل ريمونتادا مجنونة، ريمونتادا تليق
بالمارد الأحمر وجماهير المارد الأحمر اللي الكل زي ما حضراتكم شايفين بيتابع اللقاء، اللقاء الذي وفى بالعهود ووفى بالوعود، ودائما هي قمة الإثارة في رواية الدوري المصري الممتاز. لازالت هناك اعتراضات، وآدي الكرة وآدي التمريرة اللي عدت ما لمستش حسام ووصلت لعلي معلول اللي سدد تمام التمام وسجل تاني الاجوان علشان يقلب تأخر النادي الأهلي إلى تقدم 2-1 بعد ما وصلنا للدقيقة 101. مش بقول لحضراتكم إنبي والأهلي لا تأمن مكر هذه القصة، قصة دايما مثيرة، دايما مليئة بالأحداث وبالكواليس وبالمفردات، ولا تنتهي إلا مع صفارة النهاية، صفارة حكم اللقاء. الكل في انتظار القرار. توقفنا كتير لمراجعة الفار، ومحمد الصباحي منتظر تأكيد صحة الهدف. إنبي بيمني النفس إن الهدف يبقى فيه تسلل، والنادي الأهلي محتاج الثلاث نقاط والوصول إلى النقطة 37. الكل في انتظار القرار، والكل في انتظار هل 2-1 للنادي الأهلي ولا 1-1؟ هنشوف. لكن الدوري حلو حلو، الدوري سخن سخن، الجماهير اتنططت وفرحت وانبسطت، اتنططت وفرحت وانبسطت، طلعنا الاهات طلعنا الاهات، شفنا حلويات شفنا حلويات، وشفنا فرص ضايعه، وشفنا افكار من كل مدير فني حاول استخدام اوراقه وحاول واجتهد، ولكن اللاعبين والتوفيق وعدم التوفيق هو اللي حسم المساله، ولازلنا في انتظار القرار. هدف هدف لمصلحة النادي الأهلي، هدف وريمونتادا وكمباك عالمي باسم النادي الأهلي. آدي الكورة وآدي المرور وآدي اللمسة الذكية، وهدف علي معلول، هدفين متتاليين في الوقت المحتسب بدل ضائع علشان النادي الأهلي، يؤكد من جديد وجديد وجديد إن هو سيد التشويق. ذا ماستر اوف سسبنس. مباراة مجنونة، نعم مجنونة، سيناريو غريب عجيب متقلب لم يكن أحد يتوقعه، وحتى الآن القدير المخضرم حلمي طولان لازال تحت تأثير الصدمة والدهشة، لكن الأهلي ما تقدرش تغمض عينيك طالما صافرة النهاية لم يطلقها حكم اللقاء، اللي بالفعل بالفعل أصدقائي المشاهدين محمد الصباحي بيسدل الستار على هذه القصة المثيرة، القصة الدراماتيكية، القصة المليئة بالأحداث وبالتفاصيل وبالمهارات الكروية والريمونتادا والكامباك. النادي الأهلي يعود من بعيد وبعيد وبعيد بعد أربع لقاءات عجاب وبعد تأخر